خدامكم احلى، احلى خدام، احلى جنود. نحن لواء المغاوير قيادة عمليات بغداد. حقيقة لواء الشكل اللاحق تقريبا صار لعام يمشكل لواء المغاوير. هذا يعني موكب سنوي الثاني، السنة الثانية إن شاء الله يقدم الخدمة للزائرين. إضافة لواجباتنا نحن كقوات أمنية، فلدينا رسالة إنسانية سامية هي خدمة المجتمع وخدمة العالم الإسلامي بصورة أجمع، من خلال توفير بقدر المستطاع من كوادر طبية. لواء المغاوير لديه كادر طبي ممتاز جدا، فهو يحتوي على رائد يحمل شهادة البكالوريوس في طب الأسنان، واحتوي على ملازم أول لديه البكالوريوس في الصيدلة. فتلك الخدمات والإمكانيات كرسها السيد عامر لواء لخدمة الزائرين من مشورة طبية، من مواد، علاجات، أدوية لخدمة الزائرين. لذلك نحن نقدم كل ما بوسعنا من خدمات لخدمة الزائرين. أثناء المسير صار عنده مثل ما نقول إصابات برجله من جروح إلى آخره. في يوم أمس كان عندنا رجل مسن بالعمر، يعني انجرحت رجله، تمت إجراء عملية جراحية داخل الموكب وتم تضميده بصورة صحيحة نموذجية. أما بخصوص العلاجات فهي من ماركات عالمية من الطراز الأول بتعاون من قيادة عمليات بغداد ومن وزارة الصحة. هذه العلاجات تحتوي على مسكن آلام، على مخدر، على ضماد، إلى حبوب المعدة والجلطة والضغط والسكر، كافة المتطلبات الذي يحتاجها الزائر فهي متوفرة الآن. أما في ناحية الخدمات تعرف أن اللواء هو يضم هيئة من الضباط الركن، الطبيب يقدم المشورة الطبية، أما بقية الأركان فيها تقدم الدعم الإنساني، الفاكهة والمياه الباردة والأرزاق وإلى آخره. أما من ناحية الشعور، ويقال شعوري وأنا أقدم هذه الخدمة إلى أبي عبد الله الحسين، يقال كلما كبرت الصورة قل الكلام. ماذا عساي أن أقول وأنا أخدم رجل يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيار لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مر الفؤاد لا سواك. هذا الإنسان العظيم يعني في أي كلمات وفي أي قوافي وفي أي قلم نكتب ونعبر، لذلك لا تعبير أمام هذه الشعور. على رغم شعورنا بالحزن والأسى لذكرى استشهاد أبا الأحرار، لكنه في داخلنا فرحة هي أشبه بعرس ونحن نحتوي هذه الزوار، لأن هذا شرف، شرف كبير جدا حين ينال الإنسان شرف حماية الزائرين، وما هو إلا وسام شرف نفخر به في صدورنا كما يفخر القائد بنوط الشجاعة. تعرف أنه العسكري هو يحمل الصفتين، الصفة الشجاعة والعنيد مع خصومه، والقلب الرؤوف قلب الأم مع أبناء شعبه. لذلك يقال إذا المرء لم يدفع عند الجور أن سطت عليه فلا يسف أن ضاع مجده. نحن هنا سيوف بتار بأمة السيد القائد العام للقوات المسلحة نقطع كل الأيادي الذي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد بصورة عامة، وكل الأيادي التي تحاول غرز البذور الطائفية وتخريب الشعائر الحسينية. لذلك نحن هنا متواجدون، أرواحنا فداء لهذه الزوار، مهما تعالت على أكتافنا الرتب ومهما تقلدنا من المناصب، فنحن نتشرف بأن نكون خدام لآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك يقال كل الخدم تنهان شفناها بالعين، بس الكرامة تعيش عند خدام الحسين. احنا خدام، احنا جنود.